خليني كده أسأل حضرتك عن التطور اللي حصل في تقبل الغرب أو الاتحاد الدولي. طبعا كون الدكتور حسن مصطفى موجود في الاتحاد دي حاجة مهمة جدا، ولكن كنا ممكن لما كان بيبقى في ضيافتي أي كباتن لازم يكلموني عن بعض اللي هو الاستفزاز أو العنصرية وعدم تقبل إن مصر تكون بتقتحم الأربعة الأوائل مع الكبار، بيبقى في سنة كده عنصرية. تخطينا هذه المرحلة؟ تخطيناها، لان برضو ما ننساش ان المنتخبات المصريه منذ اوائل التسعينات، فاحنا حطينا نفسنا من اول 8 منتخبات في العالم، فبالتالي بقى في اكسبتنس او بقى في قبول للمنتخب المصري. وطبعا تواجد الدكتور حسن مصطفى حتى قبل ما يبقى رئيس الاتحاد الدولي، هو كان رئيس اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي، فهو ادى ثقه لمصر جدا جدا، فبالتالي بقت اسم مصر في كره اليد لا بقى لها وزنها فعلا، سواء على المستوى العالمي كبطولات عالم او في الاولمبياد او في البطولات الافريقيه. فبالتالي يعني يمكن احنا بالذات كلعبه لا ما حسيناش بدي. طيب منتخبنا ايه ممكن يكون ناقصه علشان يوصل انه يتخطى او يوصل لمربع الجيل ده، يوصل لمربع الذهب؟ لا الجيل ده مش ناقصه حاجه غير يتدرب وكورونا تروح، انما الجيل ده من اعظم الاجيال اللي جت. دي حقيقه، دي حقيقه بجد. انا بتكلم بقى على المستوى الفني، من اعظم الاجيال اللي موجوده، فرقه متكامله ما بتعتمدش على نجم واحد او شخص واحد، وبل بالعكس بالعكس في كل مركز اكتر من واحد على المدار العمري. يعني اقصد عندنا لاعبين في الثلاثينات، عندنا لاعبين في ال 25، عندنا لاعبين في ال 22، عندنا لاعبين في ال 18، فما بناخد